السلام عليكم مشاهدينا. في سجون الميليشيا تنتهي حقوق الإنسان. المختطف أحمد صالح الوهاشي يلقى حتفه جراء التعذيب في سجون الانقلاب. الوهاشي الضحية رقم 111 في تعداد قتل التعذيب في سجون الميليشيا بحسب إحصائيات غير رسمية. معتقلون مدنيون أبرياء وتهم غير منطقية. سياسيون وصحفيون في سجون لا تعرف الضوء، ولدى سجانين لا يعرفون الرحمة. الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي حتى الموت، هذه بعض أدوات الميليشيا الانقلابية في التعامل مع اليمنيين. تقول رابطة أمهات المختطفين إنه لأكثر من عامين تستمر الميليشيا باختطاف وإخفاء المواطنين الأبرياء بعد اختطافهم ببيوتهم وأماكن أعمالهم دون أي مسوغ قانوني. في هذه الحلقة المخصصة لسماع شهادات من مختطفين عذبوا في السجون، منهم عبد العزيز الحسني الذي سيروي قصته التي عاش تفاصيلها الأليمة. الحلقة ستكشف جانبا من إدارة ميليشيات الحوثي وصالح لهذا الملف، كيف تتعامل مع المختطفين وأساليب التعذيب الذي تمارسه بحقهم والتهم التي تصبح مبررات لهذا التعذيب الجسدي والنفسي. قصص لواقع دام يمضي بمنأى عن العالم، جرائم لا يشهدها أحد في وقت عجزت كل الجهات عن الوصول إليهم، بدءا من المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة، وليس انتهاء بالحقوقيين ووسائل الإعلام. نبدأ هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. تقتاد سيارات الاختطاف المختطفين معصوبي الأعين إلى الزوايا المظلمة وزنازين التعذيب التي يتم فيها سحق الاعتبار الآدمي لإنسانية الإنسان في نزعة أقل ما يمكن وصفها بالوحشية من قبل الذين فقدوا الحد الأدنى من الأسس الإنسانية. لا يقتصر الاختطاف والتعذيب على قتل وقت الإنسان المختطف وقتل نفسيته وعواطفه واحتياجاته، بل يشمل الأمر إلحاق الأذى بالجوهر الاعتباري وبالذات الذين اختطفته ميليشيا الانقلاب لأسباب لها علاقة بحق تكوين الرأي وحرية التعبير وجملة لا للانقلاب التي أصبحت التهمة الرئيسة للمختطفين. قصص التعذيب الوحشي في سجون انقلاب صنعاء أشبه بمغسلة سوداء تفرز بين فترة وأخرى كميات هائلة من السموم التي تسمم المجال العام فيما يشبه تعميم البشاعة التي تبرز على هيئة قصص دامية يظهر فيه مختطف لفظ أنفاسه على قارعة السجن والسجان. رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة أطلقت نداء جريحا أكدت فيه أن اختطاف وتعذيب أبنائهن داخل سجون الحوثي أصاب العشرات منهم بالاضطرابات النفسية الشديدة وقد يصل بهم إلى حد الجنون. وأشارت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية إلى تفاقم معاناة المختطفين داخل السجون وإصابتهم بأمراض جسدية ومنع دخول الطعام والدواء لهم وإهمال رعايتهم صحيا، في إشارة لدخول المختطفين فصلا جديدا من فصول التعذيب الأكثر وحشية. التقارير التي صدرت مؤخرا عن كيفية إدارة الحوثيين وقوات المخلوع لملف المختطفين كشفت عن كيفية تصنيفهم وتوزيعهم على السجون والمعتقلات الخاصة والسرية بحسب درجة خطورتهم عليهم، وكيف تحول ملف المختطفين لسوق سوداء تحت لافتة الإفراج مقابل المال. محافظة ذمار هي الأخرى حولتها الميليشيا الحوثية إلى سجن كبير لمعارضيها. أوضح عدد من المفرج عنهم عن وجود عشرات المختطفين في السجون، أغلبهم ينتمون لمحافظة ذمار ومحافظات أخرى ويتعرضون للتعذيب يومياً. موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء ملف المختطفين في سجون الانقلاب يغرد خارج السرب الإنساني لأسباب يفهمها الراسخون في المصالح الدولية التي تحدد طبيعة قضايا حقوق الإنسان التي تدخل ضمن اهتماماتها. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بضيفنا الأستاذ عبد العزيز الحسني وهو مختطف وسابق وأحد ضحايا تعذيب ميليشيات الحوثي الذي ينضم لنا عبر السكايب من جدة. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، بداية الحمد لله على السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا إذا بك معنا أستاذ عبد العزيز. أنت أستاذ عبد العزيز وقعت في قبضة ميليشيات الحوثي، كنت في صنعاء قبل فترة قليلة من الزمن، فترة من الزمن كنت في المعتقل، يعني هناك تفاصيل كثيرة في
هذه الحادثة؟ دعنا نبدأ من البداية، كيف وصل بك الحال إلى أن تعتقل في سجون ميليشيات الحوثي؟ أول شيء مساء الخير أستاذ وجيه، حياكم الله، ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء كافة. أنا حكيت القصة أكثر من مرة لدى قنوات كثيرة عن طريقة اختطاف. نعم أستاذ عبد العزيز، إذن يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ عبد العزيز، فقدنا الصورة مع الأستاذ عبد العزيز الحسني. إذن مشاهدينا الكرام، سيد عبد العزيز الحسني كان ضمن أحد، يعني كان من المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع، عذب في السجن لمدة 6 أيام على الأقل، وبعد ذلك شوهد في مقطع مسجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق نار على جسده، كانت لقطات صعبة جدا لكل من شاهدها بكل تأكيد. هذه الجريمة ليست فقط الوحيدة، هناك مصادر غير رسمية تقول على أن هناك 111 مختطفا ماتوا تحت التعذيب، كان آخرهم المختطف الوهاشي أحمد صالح الوهاشي الذي خطف من قبل الحوثيين في منتصف أكتوبر الماضي في منطقة مذوقين بمديرية البيضاء مركز المحافظة. نعود في سياق الحديث إلى هذه الشهادة اليوم في حلقة المساء اليمني، يعود إلينا من جديد الأستاذ عبد العزيز الحسني. أستاذ عبد العزيز، مجددا الكلمة إليك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ما النت عندي نوعا ما، تفضل أستاذ. بداية قصتي لم تكن سياسية ولا اقتصادية ولا لها أي شيء بموضوع وجودي داخل السجن. أنا الموضوع أني طلعت مع أحد سائقين السيارات مشوار إلى المنزل، وبدأ الحوار بيني وبينه عن السعودية ما السعودية، ويتكلم وما حاولت أخذ وأعطي معه في الكلام، ولكن أصر بأسلوبه الهمجي يكيل السباب والشتام إلى آخره، حتى أنه وصل به الحد إلى سبي أنا وسب المقيمين اللي موجودين داخل السعودية بأننا ناس نسكت عن الحق وبأننا نرضى على وطننا الشيء الذي وصلنا إليه. نعم. فتكلمت معه إن أنا مقيم مش من الآن، أنا مقيم في داخل السعودية من قرابة 20 عام. فقال ولو يعني أنتوا الواجب أنكم تسيبوا السعودية وتجوا عندنا يعني في داخل اليمن. عموما بدأ يقول إن منافقين الأشخاص اللي يسكنون في السعودية وساكتين على وطنهم وعلى الذي يدور داخل وطنهم. فصراحة انفعلت ولا استطعت إن أصبر عليه، فقلت له إن الأخير الوضع اللي وصل إليه اليمن واليمنيين سببه إيران، ولا أي دولة أخرى غير إيران هي من سببت الدمار والجوع والموت والقتل إلا إيران. الآدمي ما تقبل الفكرة نهائيا، فبدأ الصياح بيني وبينه. عموما أنا نزلت إلى المنزل وهو أوصلني إلى عند البيت، ونزلت كان الموضوع عادي، يعني أنا ما أساسا ما سببت أحد قياداتها السياسيين أو الموجودين في صنعاء أو في صعدة أو إلى آخره. كان موضوعي عن دولة بثت السموم وبثت الإجرام في داخل اليمن، وهي بين بينها دول وبحور، فما كنت متوقع أن هذا الآدمي يكن الولاء أو الفئة الضالة هذه كامل أنها تكن الولاء لإيران بهذه الطريقة بهذا الأسلوب. نعم. فكان الموضوع قبل المغرب، وبعد صلاة الفجر حضر إلينا الحوثيين واقتادوني معهم. أنا طبعاً هددت أن رضيت أروح معهم، هددت أن بيداهم منزلي ويداهم مكان عائلتي، فلذلك هم قالوا الموضوع 5 دقائق يعني لا أقل ولا أكثر استفسار وسوف ترجع. كيف عرفوا شخصيتك أستاذ عبد العزيز؟ كيف تعرفوا عليك؟ تعرفوا علي اللي طلع يا طرق الباب ما كان يعرفني، ولكن الشخص كان موجود معهم خارج المنزل يعني في الشارع العام. فلما نزلت أنا
كان موجودة سيارته، لكن ما ركزت إنه هو الشخص نفسه اللي يعني جيت أنا معاه في أمس يعني. فنزل أحد الحوثيين كان راكب جنبه، أول ما شافوني طلعت للشارع تعرف علي الشخص اللي أقلني للمنزل. يعني هو أفهم من كلامك أنه يعمل معهم، يعمل في يعمل التبليغ عن مختطفين هؤلاء. يعمل معهم صح. فعندما تعرف علي قال لهم نعم هذا الشخص اللي أنا حضرته إلى هنا، وعلى طول قالوا خلاص جاء العسكري اللي نزل من جبل السائق هذا وقال هو هذا الشخص المطلوب. قالوا تفضل معنا، قلت فين تفضل معاكم. فأنا حاولت إني ما أروح، عموما أقتادوني في الأخير. فأول ما طلعت السيارة، وهي كان سيارة من نوع سنتافي هونداي، نعم، ربطت يدي إلى الخلف، وبعد ما ربطت يدي إلى الخلف عصبت عيوني، ما صرت أشوف أي شيء ولا طيب متجه لأي المعذرة مكان. أنا معذرة أستاذ عبد العزيز، قبل ذلك هل تفاعل يعني هل كان هناك أحد من أهالي الحي أثناء هذه الحادثة؟ هل تفاعل معك أحد؟ الحادثة كانت الساعة تقريبا ما بين 7 إلى 7:30 8 في هذا التوقيت تقريبا. وما جلسنا احنا عند الباب كثير يعني على اساس تلتم الناس، او كان الصباح بدري يعني، فما لاحظت احد ولا انتبهت. يمكن كان احد موجود لكن انا وقتها كنت مشغول مع الناس هذه. مفهوم. ماذا بعد؟ نعم، ماذا حصل بعد ان قاموا باعصاب عينيك؟ ومشينا بالسياره تقريبا وقت يتراوح الساعة أقل يزيد ما أدري بالضبط، ولكن كان أول ما عصبت عيني بدأ توجيه كلام غير اللي بدأوا يتعاملوا معي عند المنزل، يا إنك داعشي، إنك مرتزق، إنك إلى آخره. فاستغربت ليش تحول كلامهم فجأة. أنا حتى صاحب السيارة ما تعرفت عليه في ذيك اللحظة. فلما وصلنا يعني أول ما وصلنا عند بوابة، سمعت فتحة البوابة وإنه افتح الباب وإنه المهم دخلنا. فدخلنا فبدأ يوجه لي السباب والشتام وإلى آخره، يعني شيء أنا ما أتوقع إن أحد يشتمني أو يغلط علي بهذه الطريقة وبدون ذنب. أنا لحد الآن ما أعلم مش ذنبي بالضبط. فضربت أحد الموجودين هناك وما كنت متعرف عليه لأنه كان وقتها أنا عيني معصوبة ويدي مربوطة للخلف، فضربت فتلفظت لا شعوريا عندما سقطت للأرض. ويعني أنا تلفظت بهذا الكلام، وهؤلاء المجرمين ضربوني ضرب الحمد لله على السلامة، يعني الحمد لله على السلامة، والله مبرح 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 مبرح، لا يعني مو إنسان، كأني مو إنسان، كأني كيس إسمنتي أو جماد، ما فيني روح ولا فيني إحساس. أضرب أينما ضربت لا يهمهم. وعلقت، ربطت يدي وعلقت في زنزانة ضيق. فعندما علقت أنا نعم أستاذ عبد العزيز، هل 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 بعد يعني هل قاموا بإزالة الـ يعني ما وضعوه على عينيك حتى تعرف أين أنت؟ في الزنزانة أزالوه. نعم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الحديث يطول عن التعامل الإجرامي، التعامل الإرهابي. أنا تخيل عندما وضعت في الزنزانة، طبعا من هول الصدمة، من هول الفاجعة، من هول المصير اللي أنا حضرت إليه، والله العظيم إني كنت أتمنى شربة الماء بكل ما أمتلك. يعني حتى وقال لي نعم، حتى الماء لم يقدموا لك الماء عندما طلبت منهم ذلك؟ لم يقدموا لي، طلبت أنا الماء. فتخيل أنه جاء إلي وقال هل تريد بارد أو حار، لكن باللهجة الصنعانية أو اللهجته هو الشخص نفسه. نعم. قلت له ما همني أي نوع، هات أطلب أهم شيء. فجاب كابل كهربائي، والله جلس يجلد في حتى غلت أمعائي، حتى تيت، حتى ترجيت، توسلت بكل كلمات الطيبة والتوسل، لم يحرك فيها أي جانب إنساني ولا جانب دين ولا جانب الرحمة.
الآدمي هذا مبرمج إنه يضربك حتى يرى فيك الانكسار، يرى فيك الإهانة، يرى فيك المذلة. ليش إنك تطلب شيء بدون إذن؟ أنا آخر شيء كلمتها قلت لها أنا إنسان أسير عندك، سجين عندك، من حقي عليك أن تشربني، أن تأكلني، ليش تعاملني بهذه الطريقة؟ أنت تعرف إيش قضيتي؟ أنا لحد الآن أنا عارف إيش قضيتي، ما سئلت حتى في داخل هذا المكان عن اسمي. أضرب بدون سبب وبلا سبب. الله المستعان. طيب في هذه اللحظات بما كنت تفكر أستاذ عبد العزيز؟ يعني هل كان يعني توقعت أن ذلك بسبب ما حدث لك في التاكسي؟ هل توقعت أن هناك وشاية ما ضدك حدثت بخلاف ما حدث في التاكسي؟ ما الذي كنت تفكر فيه في تلك اللحظات؟ أنا أثناء ما كنت مقيد ومربوط وأرجع الذاكرة لدماغي وأدرس الوضع اللي أنا أعيشه، ما توقعت إنه يعني في قلت في لبس، في خطأ، في شيء، في لأني أنا أعطيت سيارتي أحد الأصدقاء، راح تفكيري عنده ممكن سوى مصيبة، ممكن صارت مشكلة. أنا لدي أحد الإخوان في المقاومة في عدن، في محافظة عدن اللي هو عمار الحسني، قلت لعل وعسى عن طريق أخي علموا أني أخوه شالون. يعني بدأت أضرب حسابات، ما ليش أنا وصلت لهذه الدرجة؟ حتى والله وصلت لأني في حلم، أنا قلت هذا حلم، أنا الآن أصحى بين أطفالي في غرفة نومي، ما هذا كله كابوس، الآن أصحى وأدق براسي في الجدار وأعلم أني لازلت فعلا أنا محبوس، أنا في هذه الظلمات ولا أدري لماذا. طيب هل كان هناك أسماء يعني يتداولونها للأشخاص الذين هم متواجدون بداخل هذا المكان الذي اختطفوك إليه؟ في الأسماء عندهم نوعا ما أغلبها ألقاب، أبو الحارث، أبو حمزة، تقريبا يعني ما كان في أسماء يا فلان يا فلان، دائما نسمع الأسماء اللي ينادوا بها يا فلان يعني يا أبو، ما في يا محمد يا إبراهيم يا فلان. وهل كانت واضحة وجوههم أستاذ عبد العزيز؟ في بداية الأمر ما كانت، أثناء التحقيق أنا بعد 8 ساعات من تعليقي طلعت للتحقيق. نعم. وأول ما واجهت كان مغمض عيني ومربط يدي، فلما وصلت هناك أسمعهم يقولوا يا أبو الحارث، يعني حتى الشخص هذا اللي يكلمني من السمع إنه أبو الحارث، لكن بداية الأمر أنا ما شفته. 3 أيام كانت تربط عيني وأسأل وأعذب وعيني مصوب. ما الذي يسألونه إليك أستاذ عبد العزيز؟ ما هي طبيعة هذه الأسئلة؟ ما الذي كانوا يريدونه؟ والله أول سؤال وجه إليه، أنا وجهت السؤال أول ما دخلت في مكان التحقيق هذا، وجهت السؤال قلت أنا إيش قضيتي؟ أنا لماذا أحضرت إلى هذا المكان؟ أنا ضربت من أجل شربة ماء. قال لي ما عليك، راح أفهمك إيش قضيتك وأجلس، وأجلسني على كرسي. فبدأ يسألني عن اسمك، قلت له عبد العزيز أحمد يحيى الحسني. قال من أي محافظات؟ قلت له محافظة الحديدة. قال فين تسكن؟ قلت له في حي النهضة في صنعاء. وبدأ يسألني أنت في شغال في السعودية، فين في السعودية، إلى آخر أسئلة روتينية. وأعيد أنا على إيش؟ أريد أن أفهم أنا ليش مربوط وأعذب هنا فجأة. بدأ قال لي ساعدني عشان أنا أساعدك وعشان عذابك ما يطول عندنا هنا. فقلت له تفضل، إيش الموضوع؟ قال لي فين المواقع وكم رصدت مواقع وإحداثيات للطيران ومع من تتواصل في داخل القوات الشرعية وفي عدن أو في مأرب أو في أي مكان أو مع قوات التلف. وأنا هذه الأسئلة وهذه الأمور أنا بريء منها يشهد الله. نعم أخي في المقاومة، ولكن أنا أعمل وأعيل المنازل وأعيل البيوت، فهو كان موجود في عدن، لكن أنا لا لي حتى أخي ما أتواصل معه للبعد عن المشاكل. نعم. فيكرر السؤال، قلت يا أخي هذا أسئلة تسألها لغيري، يسألها لشخص يعمل في هذا المجال، أنا ما أعمل في هذا المجال، أنا أعمل في السعودية نعم 6 أشهر وأزور أهلي في 6 أشهر أجلس عندهم أو 5 أشهر.
على طول كان معاه أشخاص ما أعرف كم عددهم لأن أنا كنت معصب، عيوني معصوبة، فبدأوا قلبوا رأسي للأسفل وبدأوا يضربوني على أسفل القدم منطقة الحفا، والله العظيم ضرب حتى تصيح وتئن وتبكي وتترجى، ما أحد يرحمك، ما أحد، كان يتناوبون عليك حتى ترى الانكسار والذلة والحقارة، حتى يدعس بقدمي في وجهك ولا أدري لماذا. ومن وقت للآخر يسألني ها تعترف ولا ما حد بيوقف عنك، أقول له ما راح أعترف بشيء أنا ما صنعته، شيء أنا ما لي فيه أي ذنب، الذنب اللي توجه لي والتهم اللي تكيلها لي أنا بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ليش أنت جالس؟ إيش دليلك؟ إيش الشيء اللي أنت متخذه اتجاهي؟ عموما الناس ما تفهم، يقول لي ريح قلبي واعترف، أريح قلبك؟ قلت له بظلم نفسي؟ قال نعم بظلم نفسك. قلت والله العظيم ما أعترف بشيء أنا ما صنعته، بشيء أنا ما فعلته، ما راح أظلم نفسي فيه. فكنت بعدها ضربت في نفس اللحظة، والله حتى أغمى علي، حتى ما عاد كنت أشعر بالضرب من مسافات بعيدة، يعني من دخولي بداية الإغماء، فسكبوا علي الماء وصحيت وأعترف. وبرضا هي تكرر نفس الأسئلة، ولازم أنك تعترف، ولكن لله الحمد ما اعترف، واستمرت حبيبي على هذا الحال تقريبا 6 أيام وأنا نفس المصير أعاني منه كل يوم، ضرب وتعذيب وتنكيل، ضرب وتعذيب وتنكيل وتعليق، حتى فقدت الإحساس في يدي في هذا المكان من قوة التعليق، أنا فقدت الإحساس. الله المستعان. ناس ما تخاف الله، ناس ما ترحم، أنا في أعينهم عدو ولا أدري لماذا، لأني شتمت إيران. عموما في اليوم السادس طلب مني هذا الشخص، أنا جيت عنده قلت يا أبو الحارث، بعدها أخذوا جوالي طبعا في الأيام الأولى وحاولوا يدوروا على سبب، على مشكلة لي، على أي شكلة، فما وجدوا في جوالي أي حاجة. فآخر شيء سألته قلت له يا أخي فاضل، يا إنسان، يا مسلم، أنا إنسان والله العظيم بعيد عن كل الشبه والتهم اللي جالس تكيلها لي، أنا أعمل وأعيل أسرتي، هذا الشيء اللي أنا أعرف. فقال لي لازم تعترف لنا ولازم توضح ولازم تساعد وطنك. قلت أساعد وطني بماذا؟ بشيء أنا ما صنعته؟ أساعد نفس وطني بظلمي لنفسي؟ هذا مستحيل. يعني كانوا يريدون إجبارك على توقيع اعترافات بأنك بموضوع الإحداثيات وموضوع اتهامات أخرى؟ ما طبيعة ما الذي يعني ما كانوا يريدونه بالضبط من اعترافات؟ هو يريد مني اعتراف، هذا الأمر كله يريد مني اعتراف، وبنى هذه الأسئلة على كلام سائق الأجرة، يعني هذا الشخص اللي أوصلني إلى البيت بنت هذه التخمينات وهذه الظنون وهذه التحقيقات وهذا التعذيب على كلام شخص واشي وشاب كلمة أنا قلتها وهي كلمة حق، إيران ماذا صنعت لنا في اليمن؟ نعم. طيب يعني عندما كنت في أماكن، يعني في هذا المختطف، المكان الاختطاف، أستاذ عبد العزيز، هل شاهدتهم وهم يحاولون تصويرك؟ في بداية الأمر أنا في اليوم السادس عندما ضربت آخر مرة وجه إلي، هو هذا أبو الحارث، مش أبو حمزة. نعم. أبو الحارث وجه إلي كلام بأني قلت له أنا إيش، أنا هل رأيت عبد العزيز وهو يرصد إحداثية لا قدر الله؟ هل مسكت خلية نائمة مثل ما تقولوا إني مشترك فيها واعترفوا علي؟ هل لي مكالمة مع أحد القيادات في الشرعية أو في التحالف وأنا أنسق معهم على أمر؟ قال لا. قلت طيب ما هي جريمتي؟ إيش الأشياء اللي جعلتك تحقق معي بهذه الجريمة وبهذا الإرهاب وبهذا التعذيب؟ قال أنت سببت إيران ودافعت عن المملكة العربية السعودية، تخيل، يعني بنى كل هذه الظنون من هذا الأمر. قلت نعم أنا سببت إيران، أنا شتمت إيران، إيران هي سبب البلاء اللي نحن فيه، وأنا وصلت بيني وبينك من شدة العذاب الذي أنا أراه أن الموت والله العظيم أرحم، الموت أرحم لي ولأي شخص يوجد فيه كرامة، لأنهم يعذبوك ويهينوك ويذلوك بلا أي سبب. أنا لو كنت مشترك في أحد أي الأشياء التي ضدهم سوف
انتظر هذا المصير في يوم من الايام، لكن انا انسان وجعت بلا 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 سبب، ظلمت بلا سبب، فضربت بعد ان قلت نعم انا سببت ايران، وقال لسه معاند وتعترف امامي، قلت نعم اعترف لان هذا موجود عندي، واذا كان تراه هذه جريمه فانا اعترف به، نعم انا سببت ايران، ضربت وقتها ضربت، لكن انا بدات ادخل في حاله اغماء، ولكن ما كان مغمى علي، فحاولت انهم يرحموني شويه من العذاب اذا اغمى علي. ووقتها ضربوا عليك الرصاص ام متى؟ ها؟ لاننا شاهدنا في مقطع الفيديو ضرب رصاص عليك، توجيه رصاص عليك وذهب بالكاميرا الى مكان اخر. ضرب الرصاص كان من شخص اخر وفي غير المكان اللي كنت انا متواجد فيه. طيب برايك لماذا يعني هل كانوا يصورون كل جلسات التعذيب التي قاموا بها؟ أستاذ عبد العزيز؟ أستاذ عبد العزيز سألتك يعني هل شاهدتهم يصورون كل هذه الجلسات؟ هل كانوا يحاولون أن يعني يأخذوا منك لحظة يعني تلين فيها أو تضطر إلى اعتراف معين حتى يأخذوها؟ أنا لم 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 ألاحظ تصوير أبدا، يعني إني رأيت تصوير ولا انتبهت للتصوير، فطبعا الأيام الأربع الأولى كان معصوب العينين، ولكن بعدها ما كان في أثناء التحقيق ما كان يعصب عيني، تعرفت حتى على أبو الحارث، تعرفت على بعض العساكر اللي كانوا يعذبوني ويضربوني، لكن مسألة التصوير ما انتبهت ولا ركزت ولا كان عقلي عند هذا الأمر، أنا عقلي كل همي إني أبعد عن المصيبة هذه، بكل تأكيد كل همي إني أتخلص من هذا الأمر فقط، بكل تأكيد. طيب حتى نستكمل هذه الشهادة أستاذ عبد العزيز، الآن هل كان هناك معتقلون آخرون في المكان أو مختطفون آخرون بصحيح العبارة في المكان الذي كنت فيه، وهل تعرفت عليهم؟ في اليوم السادس نعم، أنا ما بعد ما واجهوني بموضوع إيران ما رجعوني للزنزانة الإنفرادية، ولكن نزلت في غرفة ممكن فيها من 15 إلى 20 تقريبا أو إلى 18 الشخص، فكان الناس موجودة في داخل هذه الزنزانة، والله العظيم ما خلاني أخرج في هذا المكان وأتكلم سواء في أي قناة إلا وضع الناس الموجودة في تلك الزنازين وفي تلك السجون الظالمة، ناس يا أخي والله العظيم فقدوا صيبوا بكل مظاهر الحياة، يعني الأكل حبة خبز وشربة ماء، 24 ساعة ما معك إلا هذا الشيء فقط، فكان موجودين ناس بدأت أتواصل أنا يعني أتكلم أنا وهم إنه أنت إيش قضيتك، هم كانوا يسمعوني يقولوا أنت اللي كنت صيح، أقول نعم، قالوا ما يطلبوا منك، قلت والله طلبوا مني كذا وكذا وكذا، اعترفت قلت لا ما اعترفت، أنا ما عندي أي مشكلة عشان أعترف فيها، فكان بعض الناس يقول لي والله العظيم أنا قضيتي غير سياسية ودرجوا لي أكثر من 20 تهمة سياسية واعترف، في ناس مساكين ما احتملت العذاب، وفي بعض الناس مسجونة على ذويهم على أقربائهم، مش هم كرهائن أصحاب المشكلة، كرهائن أو كابتزاز أو كقهر للناس الآخرين أو لذويهم. طيب أستاذ عبد العزيز في نهاية يعني بعد هذه الأيام كلها وبعد حتى إطلاق الرصاص كما كان ظاهرا في الفيديو، كيف خرجت إذن؟ يا أخي أنا عندما رأيت الناس موجودة في تلك الغرفة والله العظيم إني قلت الموت أفضل، الموت أرحم، تعرف عندما تحس ببراءتك، تحس بظلمك، تحس بألمك، تحس بوجعك، تحس بالحال الذي أنت وصلت إليه، والله العظيم إنك تقهر على نفسك ولا ترضى بك العيش التي هم رسموها لك والذي هم اختاروها لك بإجرامهم وإرهابهم وترهيبهم للمواطن، فعندما شفت الناس بريء ومذنب موجود بدون أي ذنب، الذي له سنة، الذي له سنة وشهرين، والذي له سنة قرابة السنتين، الذي له شهرين، صراحة أنا ما احتملت، قمت يعني جلست أصيح من داخل الزنزانة وأدفع الباب، فجاني هذا الشخص اللي ضربني على الماء قال لي ليش جالس تسوي فوضى، قلت ما أسوي فوضى، أنا مكاني ما هو هنا، مكاني عند أطفالي، أنا ما أذنبت،
أنا ما فعلت أي جريمة بحيث أنكم تحتجزوني في هذا المكان. قال لي الآن أنا أجيب لك أحد يعلمك الأدب ويربيك، راح جاب لي هذا الشخص اللي يدعى أبو الحمزة. أبو حمزة قال ليش جالس أنت تصيح؟ دام هو يعطيه الكلام ويعينه، يقول له هذا الشخص هذا سب إيران وهذا من المرتزقين الكبار وهذا، يألف له كلام. أنا أبو الحمزة لحد الآن ما قد رأيته إلا ذيك اللحظة فقط. قال لهم خرجوه وطلعوه فوق، طلعوني وفلكوه، ضربوني فلكة وجلست أضرب والله العظيم. ولكن وصلت لإحساس أني يا الله إن كان لدي عمر طويل قصر هذا العمر وخذه، إذا كان سأستمر في هذا المكان خذ عمري يا الله لا أريد، وإن كان بتردني لهذا المكان يا الله خذ عمري لا أريد العيش، أو خرجني يا الله. وأنا ما كان لدي لا أحد يعرف مكاني أين أنا، ولا واسطة، ولا أساسا أهل صنعاء أنا لست منهم، أنا من مدينة الحديدة ومن المكان الحر اللي موجود في داخل الحديدة، سكننا صنعاء من سنة ونصف تقريبا. فعموما دخل هذا الشخص وسمعني وأنا أصيح، هم كانوا يضربون وأنا أصيح وأتوسل في الله عز وجل، أنا نصح إني أتوسل بهذه الشرذمة، هؤلاء الناس إذا توسلت به زاد تجبره عليك وبالعكس ما يرحمك. حتى كانوا يأتون إلى بعض الغرف يقول يلا سووا الصرخة أو قولوا الصرخة، والله بعد أن يقولوا الصرخة يقول لهم والله إنكم منافقين. يعني لا يرحمك في اعترافك ولا في رضاه إذا حاولت أن ترضيه ولا إن عاندته، نفس المصير راح تلقاه من عند هذا الشخص. قلت على كرامتك. طيب يعني في نقطة أخيرة أستاذ عبد العزيز لاستكمال هذه الشهادة، ما هي الرسالة التي توجهها للحكومة الشرعية للتحالف العربي في يعني في سياق أن للمنظمات الدولية كذلك في سياق أن هناك قصص كثيرة ربما وبوحشية أكثر من هذه أيضا، ما الذي تقوله لهم؟ أنا أقول رسالتي توجه لكل الشعوب التي ترى الظلم في اليمن وتحول وتزيف الحقائق سواء أي كانت مصدرها الأمم المتحدة أو غيرها. الأمم المتحدة تستند على تقارير للحوثيين فقط ولا تستند إلى وضع الشعب. الشعب يا أخي أصبح في معتقل مفتوح، المواطن ليس له حق في اليمن، مكان يسيطر عليه الحوثيين والله ليس له أي حق، حقه مسلوب، ما له مسلوب. حتى ابنه يأتون ويأخذون ابنه بحجة أنه مجاهد ولا يستطيع أن يمنعهم، كيف يمنعهم؟ إذا منعهم سجن وقتل. رسالتي أن تقوم الأمم المتحدة ودول التحالف والشرعية بنصرة الشعب هذا كما 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 يريدها الله أن يتعدى هذه المحنة. والله العظيم الشعب اليمني شعب طيب لا يستحق هذا الحال، وأنا أشكر صراحة كل من وقف مع الشعب اليمني أيا كان بدون تحديد وبدون تحديد اسم أو ذكر اسم. الشعب اليمني شعب مغلوب على أمره، مغلوب على أمره من هذا الحال الذي وصل إليه. الله المستعان. فأتمنى من الشرعية أن تهتم بجميع مناطق اليمن بدون استثناء، والله الرجال الأحرار ينتظرون الشرعية بفارغ الصبر. الناس فاض بها الكيل، لا يوجد له مكان في اليمن ما دام الحوثيين موجودين. والله كثير الناس تتمنى الموت على أن لا تعيش عند هؤلاء الشرذمة الإرهابية المجرمة القاتلة التي تقتل في الشارع وتقتل في المعتقلات. يا أخي بعض المزايدين يقول لك الحوثيين، يا أخي الحوثيين ما هم ملائكة أنزلهم الله لحفظ اليمن، الحوثيين دمروا اليمن وكل الناس يعلمون. وبالنسبة للمزايدين هم أتباع الحوثيين أساسا، هم واجب عليهم نصر الحوثيين. فأنا ما ألوم المزايدين الحوثيين على تكذيب الناس وعلى تصديق هذه الفئة الضالة. إذن أشكرك أستاذ عبد العزيز الحسني، وأنت المختطف الناجي من سجون ميليشيات الإنقلابيين، على شهادتك معنا في المساء اليمني في هذا اليوم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على السلامة مرة أخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز،
مشاهدينا الكرام، إذن بعد استماع لهذه الشهادة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الإعلامي صالح العوذلي، وهو قريب المختطف أحمد الوهاشي، وهو مختطف الضحية. أهلا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا بك أخي. بداية عظم الله أجركم أستاذ صالح. الحمد لله، الحمد لله، ونعزي أنفسنا وكل الأوفياء والشرفاء والأحرار. أستاذ صالح، يعني كيف تلقت الأسرة خبر وفاة أحمد الوهاشي في سجون الإنقلابيين؟ والله أسرة الشهيد يعني تلقت الخبر كالصاعقة، لأننا لم نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وخاصة وأن قريبنا وابننا شخص أو شاب نبيل والكل يعرفه، وليس له ارتباطات بأي جهة، وتم اقتياده يعني من البيت بدون أي ذنب في يوم 28 أكتوبر، ووعدوا بإعادته وهكذا، فتم اعتقاله من بين أبنائه وأطفاله الذين ما زالوا ينتظرون عودته حتى أتاهم خبر مقتله، فتم أخذه إلى البيضاء وعلى أمل عودته، فتم نقله بعد ذلك إلى صنعاء، إلى سجن حبرة بصنعاء، فقام المشرفون هناك سيئي السمعة على تعذيب ابننا وبشتى أنواع التعذيب، حتى كما شهد بذلك المطلعون من الآخرين في السجن، يعني عذبوه عذاب مبرح مبرح، حتى يقال أنه تم كسر عموده الفقري إلى أن توفي رحمه الله، ولا نعلم بذلك، ولا نعلم، وتوفي يوم السبت، تم اقتياده في 15 أكتوبر وتوفي يوم السبت السابق في 28 أكتوبر، وتحفظوا على جثته ولم يخبرونا ولم يخبروا الآخرين، حتى إلى قبل يومين تم الاتصال إلى أسرته بعد أن أخفوا آثار التعذيب وكذا، أن ابنكم تعالوا استلموا جثته، أنه شنق نفسه داخل السجن كما حصل مع الآخرين الذين تبعوه. إذن أنتم لم تكونوا تتواصلوا مع أحمد الوهاشي؟ لم نستطيع التواصل معه، ولا نعرف يعني أن يصل الحد إلى هذا المصيبة، أن تصل إلى هذا الحد يعني من التعذيب والتنكيل وصولا إلى 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 قتله، لأننا نعرف ابننا ليس له ارتباط بأي شيء، وابن نبيل والكل يعرفه في المنطقة، شاب يعني ما زال في ربيع عمره وليس له أي ارتباط، وإذا قد يكون أحد أو ذنبه أن أخوه أحد رجال المقاومة، يعني عندهم هكذا. نعم. فتم اقتياده باطلا، ولا نعرف أن تصل المصيبة إلى هذا الحد، حتى هل عرفت أستاذ صالح، هل عرفت ملابسات الاختطاف تحديدا كيف تمت بالضبط؟ نعم، تم اقتياده من البيت. عبر ماذا؟ المنزل يعني من بين، هم يأتون إلى المنازل الآن يتجرؤون، أنت مطلوب ساعات وتعود في وجوهنا ولن يحصل لك هكذا وكذا وكذا، فتروح أنت وأنت مطمئن من كلامهم، فيوم كذا يبقى في السجن ويومين بعد بكرة بتفك بعد بكرة كذا وكذا، حتى يتم إبعادك عن أنظار الآخرين بنقلك إلى سجن بعيد كما حصل، بنقله إلى سجن صنعاء، وحصل ما حصل له هناك من التعذيب والتنكيل والقتل، فتفاجأنا نحن بذلك الأمر، وتفاجأ كل أبناء البيضاء، وهو كما حصل لغيره من أبناء أيضا محافظة البيضاء رحمه الله. إذن طيب، تعزينا حارة هي مرة أخرى إليك أستاذ صالح، الآن بعد ما تلقيتم نبأ وفاته، وربما أيضا تواصلت معكم الميليشيا لتسليمكم جثمانه، هل تواصلت معكم المنظمات الحقوقية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ نعم حصل، تواصلت معنا عدد من المنظمات في مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان، وبدأوا بالتحقيق في الحادثة، وليس عليها أي غبار الحادثة، يعني جريمة ومصيبة في رابعة النهار بكل المقاييس، يعني جميع أبناء البيضاء استنكروا هذا الشيء، وما زالت كالمصيبة
المصيبة الجلل على أبناء منطقة أيضا منطقة مذوقين، لأنه ينتمي إلى منطقة مذوقين البيضاء، وهذا يعني ليس بغريب على تلك الميليشيات. فقد سبق وأن حصل قبل أيام لطفل ابن ياقوت الأحمدي من جيفل، على الجميع سمع به عندما تم تعذيبه في سجن السوادية إلى أن مات، وطلبوا من أسرته أن تأتي لاستلام جثته، حتى رفضت الميليشيات أن تعرض الجثة على أهل الضحية وغيره كثيرين من أبناء البيضاء حصل معهم، خاصة في محاور مكيراس والزاهر وذي ناعم ورداء والصومعة، حصل لكثيرين. لكن أن يصل الحد إلى هذا الأمر بأبننا تعالى وأنت في وجوهنا ونتفاجأ بأن يصل التعذيب إلى أن يكسر عمودها الفقرين، هذه مصيبة 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 بكل المقاييس. أنت عزينا الحرة لكم أستاذ صالح العودة لقريب ضحية أحمد الوهاشي، كنت معنا على الهاتف، أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف كذلك، الأستاذ ياسر المليكي الناشط الحقوقي. أستاذ ياسر، إذن سمعنا شهادتين متتاليتين، شهادة لأحد ضحايا هذا التعذيب وشهادة أخرى لقريب لأحد الضحايا، معلومات مفجعة بكل تأكيد وقائع تثير الكثير من الأسئلة حول ماهية هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بذلك، وكذلك تثير أسئلة أخرى حول تعاطي المنظمات مع هذه الحالات الإنسانية. إلى الآن هل تتابع نوع من الرصد من قبل المنظمات الحقوقية خاصة الأممية لهذه الشهادات التي نقلت عبر وسائل إعلام كثيرة، وإن لم تكن كثير يعني لم تكن متواترة بشكل كثير على شهادات أخرى، لكن هل تهتم المنظمات الدولية بذلك؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين وضيفيك الكريمين. بداية نشكر قناة بلقيس على خوضها مجددا في هذا الملف، ملف التعذيب والمعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن. ودعني أقول لك أن أسوأ ما أنتجه هذا الصراع المسلح في اليمن هو هذه الوحية، هو هذه القسوة، هو هذه الدناءة من قبل عديد من أطراف النزاع والجماعات المسلحة في تعذيب المعتقلين أو في إخفاء هؤلاء السجناء واحتجاز حرياتهم وممارسة أبشع وسائل التعذيب الذي كنا لا نشاهدها إلا في الأفلام أو في المسلسلات، لكننا وجدناها على الواقع، قابلناهم يمشون بأرجلهم. هؤلاء الضحايا أو هؤلاء المعذبين هم أسوأ ما أنتجه هذا الصراع المسلح في اليمن منذ 3 سنوات، وللأسف الشديد كثير من الأطراف دخلت على الخط واشتركت في هذا الملف الشائك في اليمن. المنظمات الدولية كثير منها وخصوصا منظمة Human Rights Watch أصدرت في الشهر الماضي تقرير عن سوء المعاملة للمعتقلين في السجون السرية والمعتقلات الخاصة في العاصمة عدن، إضافة إلى تقرير آخر قبل 4 أشهر تقريبا كان عن المعتقلين أو المعذبين والمختفين قسرا في سجون جماعة الحوثي وقوات صالح في العاصمة صنعاء وكذا المحافظات الخاضعة لسيطرتها. نعم. هذه المنظمات بالتأكيد تصلها هذه الأصوات إما عبر وسائلها أو عبر المنظمات المتواجدة في الميدان. لدى المنظمات في الميدان كثير من الوسائل والأساليب في إيصال هذه الأصوات إلى كثير من المنظمات، إلى كثير من النشطاء، إلى كثير من الجهات الفاعلة محليا أو دوليا بما فيها الجهات الحكومية، بما فيها الجهات المنتهكة أو المعذبة لهؤلاء الأشخاص. أقول ليس هذين الشخصين هما الآخران ولن يكون الأخيرين في مسألة التعذيب الوحشي أو هذه السادية النفسية التي يرتكبها هؤلاء الجلادين، هؤلاء المنتهكين. نعم. لمعتقلين أو محتجزي الرأي أو لخصوم أو لمعارضين سياسيين أو لصحفيين ونشطاء وغيرهم. لن يكون هذين، وأخص بالتحديد المعذب عبد العزيز الحسني الذي أهنئه هنا أنه نجا بعقوبة من
من هذا القيد أو هذا الفخ الذي أحكم له. نعم استاذ ياسر. وأنه على هذا الهروب الذي استطاع إليه أو فر منه. وأقول أن كثير من السجناء بما فيهم المعذب جمال المعمري هذا السجين الذي يتبع جهاز الأمن السياسي سابقا والمعتقل حاليا في سجون جماعة الحوثي وقوات صالح، هذا الفرد أو هذا المعذب هو استطيع أن نقول هو الجهة الصارخة أو المعبر القوي عن ما يعتمل في سجون جماعة الحوثي وقوات صالح في العاصمة صنعاء بتعذيبها هذا الرجل إلى درجة شل معه جسمه وأقعد حد الفراش. أنا هنا أوجه نداء إلى كل الجهات جماعة الحوثي تحديدا لأن سجلها في مسألة تعذيب المعتقلين سجل أسود وحافل بالمآسي. نعم سيد ياسر. إلى الجماعات الأمنية في محافظات عدن وحضرموت وبعض منها في محافظة تعز، أقول أن محافظة تعز قطعت شوطا كبيرا في مسألة. أشكرك أستاذ ياسر. والخاصة. أشكرك جزيلا. نعم أشكرك جزيلا أستاذ ياسر، والمعذرة على المقاطعة لأننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لم يعد هناك متسع من الوقت. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر المليكي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة، في أمان الله.